بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع متشابهات صفحة رقم 68 من مصحف التبيان المفصل آية 142، قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. هذا الموضع في آل عمران، الموضع الثاني في البقرة، أو هناك في البقرة قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. هناك في التوبة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله. نلاحظ هنا أن موضع التوبة الوحيد الذي جاء أن تتركوا، وهنا نربط التاء مع اسم السورة التوبة، واربط رعاك الله الموضع المشتبه، واربط رعاك الله باسم السورة مواضع التشابه المذكورة. هناك في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نربط القاف من كلمة قبلكم بالقاف من اسم السورة البقرة. كذلك هناك في آل عمران قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نربط العين من كلمة يعلم والعين من كلمة يعلم الصابرين كذلك مرتين بالعين من اسم السورة عمران، فاتضح الأمر. هنا يقول الشيخ: آية التوبة الوحيد أم حسبتم أن تتركوا، وباقي المواضع أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، واربط قاف قبلكم وقاف البقرة، وكذلك اربط عين يعلم وعين آل عمران، وأيضا اربط تاء تتركوا وتاء التوبة. وهنا فائدة جميلة: الخطاب في البقرة، يعني في سورة البقرة، للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على العموم، وفي آل عمران لأهل أحد تسلية لما أصابهم في سبيل الله، وخص فيها ذكر الجهاد والصبر، وفي التوبة للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم بأنهم لا يكمل إيمانهم إلا بمطابقة ظواهرهم لبواطنهم. كذلك من المتشابهات قال تعالى آية 145: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هناك في سورة يونس قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يبقى نلاحظ هنا تموت، هذا جاء تموت إلا بإذن الله في آل عمران، أن تؤمن إلا بإذن الله هذا في سورة يونس، وأظن أنه سهل ويسير إن شاء الله. يبقى تموت، ثم في الموضع هناك في سورة يونس تؤمن. كذلك من المتشابهات آية 144 قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا الموضع الأول في آل عمران. الموضع الثاني: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. ختمت الآية بقوله تعالى: وسنجزي الشاكرين. ثاني آل عمران، ثاني آل عمران. يبقى نربط الموضع الأول اسم جلالة الله، نربط الألف أو الهمزة من اسم الجلالة الله بالهمزة من اسم الإيه؟ من كلمة أول، يعني الموضع الأول. وهذه القاعدة كذلك تأتي معنا كثيرة: واربط رعاك الله الموضع المشتبه من كل كلمة وثم انتبه. كذلك من المتشابهات آية 146 قال تعالى: آية 146 قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي هذه جاءت في سورة يوسف، وكأي من آيات في السماوات جاءت في سورة الحج. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كذلك موضع آخر في الحج الموضع الثاني فيها: وكأي من قرية أمليت لها. في العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. هناك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: وكأي من قارية هي أشد قوة. آخر موضع في سورة الطلاق قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. ملحوظة آية الحج الوحيدة الأولى التي جاءت: فكأي من قرية، فكأي من قرية التي باللون الأحمر هنا في المصحف. باقي المواضع: وكأي،
فالأمر سهل ويسير إن شاء الله. نلاحظ كذلك أن هناك تشابه بين الحج، موضعي الحج، فكأي من قرية أهلكناها، والموضع الثاني فكأي من قرية أمليت، يبقى أهلكناها والثاني أمليت، فيحفظ إن شاء الله. كذلك من المتشابهات قال تبارك وتعالى في آية 146 ختمت بقوله تعالى والله يحب الصابرين، أو آل عمران. هناك في ثاني آل عمران والله يحب المحسنين، يبقى إذن هنا والله يحب الصابرين، والموضع الثاني والله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من المحسنين. يبقى هنا نربط صاد أصابهم وصاد كلمة الصابرين، وكذلك نربط الحاء من كلمة المحسنين وكلمة حسن ثواب الآخرة مع الحاء من كلمة المحسنين، فالأمر يصير سهل إن شاء الله. آخر حاجة في هذا الوجه قوله تبارك وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تشابه مع موضع البقرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. يبقى هنا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أما هناك في البقرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، والأمر سهل ويسير. وإلى هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية.